بدأ يقسم لي ال 24 بطاقة عبارة عن إيه؟ 6 بطاقات زرقاء مرقمة من 1 إلى 6 طبعاً، وبالمثل 6 حمراء و6 صفراء. خلاص كده، وعندي كمان فيه 6 خضراء، فيه 6 خضراء. ما احتمال سحب 3 بطاقات حمراء؟ طبعا انا مش هسحب يا جماعه الثلاث بطاقات الحمراء مره واحده، مش همد ايدي واخد الثلاث بطاقات مره واحده، لا باخد الاولى ثم برجع باخد الثانيه ثم باخد الثالثه، يبقى كل مره على عده الواحده تلو الاخرى. خلاص كده يا جماعه. فبقول لي بقى هنا ايه؟ اذا كان السحب دون ارجاع، خلي بالكم انا هسحب ثلاث سحبات يعني ثلاث بطاقات الواحده والأخرى، فعندما نسحب الأولى ونأتي لسحب الثانية هتكون الأولى خارج بره، يعني مش هرجعها تاني. يبقى أنا بسحب الأولى ومش هرجعها، ثم بسحب الثانية ومش هرجعها، ثم هسحب الثالثة. يبقى كما قال لي دون إرجاع، يبقى دي كده يا جماعة إيه؟ أيوة، غير مستقلتين. غير مستقلتين، يبقى أنا هستخدم القانون إيه؟ أيوة، القانون الثاني اللي هو ده وليس الأول سابق. ممتاز جدا. ببدأ يا جماعة أجيب له هنا احتمال، خلي بالكم أنا هسحب في المرة الأولى قال لي إيه؟ الثلاث سحبات هيبقوا حمراء، احتمال سحب الثلاث بطاقات حمراء، وأسحب في المرة الأولى وأنا بسحب البطاقة في المرة الأولى احتمال إن تكون حمراء كام؟ إحنا عارفين كويس جدا إن احتمال أي حدث عبارة عن عدد عناصر الحدث على الكلي، فأنا بسحب البطاقة حمراء وهجيب عدد الحمراء. فين عدد الحمراء يا أستاذ؟ أيوة، 6. هقول له 6 على الكلي اللي هو كامل كلي 24. جميل جدا. ضرب. خلي بالكم بقى أنا هاجي أسحب يا جماعة السحبة الثانية أو البطاقة الثانية، ولكن كنت قد قمت بسحب البطاقة الأولى ولم أرجعها، وبالتالي يا جماعة وأنا بسحب البطاقة الثانية احتمال أن تكون حمراء عبارة عن عدد الحمراء. كم يا جماعة عدد الحمراء؟ يلا كده أسمع إجاباتكم. يلا يا جماعة منتظر إجاباتكم دلوقتي. ها، الحمراء كانوا 6، أنا سحبت واحدة خلاص، أوضح لكم خلص إيه. يبقى وأنا بسحب في المرة الثانية كم حمراء عندك؟ بالظبط، برافو عليكم، صح، 5. طب على كام؟ على الكل. الكل كان 24، هل يا ترى ما زال 24 ولا تأثر زاد او نقص؟ اصبح كام؟ ادوني اجابات، يلا في انتظار اجاباتكم. تمام، ممتاز، 23 بالظبط، لان يا جماعه انا سحبت ايه؟ بطاقه حمراء، فلما سحبت البطاقه الحمراء فنقصت الحمراء، بالتالي تأثر بها العدد الكلي بدل ما كان 24 أصبح 23. ممتاز جدا. أخش على السحبة الثالثة، خبالكم البطاقتين الأولى والثانية مرة لم أرجعها، خلاص احتمال أن البطاقة الثالثة تكون حمراء عبارة عن كم؟ ها، أجيب عدد الحمراء وأنا بسحب في المرة الثالثة كام؟ بالضبط 4 على الكل. الكل كام يا جماعة في السحبة الثالثة؟ كان 22، لأنني قد قمت بسحب بطاقتين من قبل ولم أرجعهما. بعد كده يا جماعة أضرب البسط كله بعضه، 6 في 5 ب 30 ضرب 4 تعطي 120، قسم 24 ضرب 23 ضرب 22. خلاص كده يا جماعة، فبيكون الناتج عندنا 12,144 ليصبح يا جماعة هو ده الناتج النهائي. إذا كانت الأمور يا جماعة تمام، يا ريت نكتب رقم 1. لو في أي مشاكل أو أي استفسارات اتفضلوا، أو أي حد عايز تاني رقم 2. تمام، ممتاز جدا. طيب تمام، الناس كلها تمام فاهمة والحمد لله. طيب بننتقل بعد كده يا جماعة للسؤال الأخير والتمرين الأخير في درس اليوم. هنا بيقول لي
عند رمي مكعبين مرقمين متمايزين. خدوا بالكم بقى يا جماعة، ده اسمه الاحتمال المشروط أو الاحتمال الشرطي. قانون الاحتمال الشرطي ده يا جماعة بستنتجه من قانون الحادثتين الغير مستقلتين. خدوا بالكم معايا، الجزء ده هو الجزء ده كده اسمه الاحتمال الايه المشروط اهو، ده اسمه الاحتمال المشروط او الشرطي. لما اجيبه يا جماعه هجيبه ازاي؟ لما اجيب ده في طرف مستقل بقى اجيبه ازاي؟ هيكون عباره عن احتمال التقاطع اللي هو ده كده قسمة احتمال الايه، احتمال الايه خلاص. مين ايه يا جماعه؟ الاولى بي ولا الثانيه ايه؟ ايوه اللي هي الثانيه. ممتاز جدا. هنا يا جماعه بنستنتج ان الاحتمال المشروط اللي هو بي، البي بشرط الاي بيكون عباره عن احتمال التقاطع، ادي احتمال التقاطع على احتمال الثاني. مين الثاني يا جماعه؟ الاي ولا البي؟ ايوه احتمال الاي. طيب بعرف ازاي ان المساله بتاعتنا يا جماعه احتمال مشروط؟ هشوف الكلمات الداله التي تعلمك انها مساله احتمال مشروط. الان هنا بيقول لي في هذا التمرين عند رمي مكعبين مرقمين متمايزين مره واحده. خلي بالكم بقى يا جماعه، انتوا عارفين كويس جدا مكعب الارقام. ادي الرميه الاولى بتمثل مثلا على الخط الافقي، وده يا جماعه الرميه الثانيه بتمثل على الخط الراس. طبعا انت في الحل ما انتش مطالب بالحاجات دي، انا بكتبها لك بس كده عشان اوضح لك الحل جه ازاي. تمام اهو يا جماعه، ده كده الرميه الاولى وده ناتج الرميه الايه الثانيه. الرميه الاولى ممكن تكون على الواحد او الوجه يكون على الاثنين او على الثلاثه او على الاربعه او على الخمسه او على السته. الرميه يا جماعه الثانيه ممكن تكون على الواحد او على الاثنين او على الثلاثه او على الاربعه او على الخمسه والسته. كلام جميل جدا. انا هرمي يا جماعه المربعين المكعبين، ما احتمال ان يظهر العدد أربعة على أحدهما؟ خلاص كده؟ إذا كان مجموع العددين على الوجهين الظاهرين يساوي كام يا جماعة؟ يساوي تسعة. أول ما يقول لي إذا كان دي يا جماعة يعني يديني احتمال هو اللي هو الوجهين اللي هو أن يظهر العدد أربعة على أحدهما. خلاص؟ وقول لي بشرط ان، اكتبوا بقى يا جماعه هذه الالفاظ، اما قول لي بشرط ان او اذا علم ان او اذا كان، يبقى هو اداني احتمال اهو، ما احتمال. وبعد ما قال لي الاحتمال الاول قال لي بعدها كلمه ايه؟ نكتب هذه الالفاظ، بشرط ان او اذا علم ان او اذا كان، يعني هو بيمهد لي ان هيقول لي شرط معين. خلاص؟ على طول نعرف ان الاحتمال بتاعنا يا جماعه كده احتمال مشروط. خلاص اهو، اذا كان مجموع العددين على الوجهين الظاهرين يساوي 9. اذا انا الان امام مساله ايه يا جماعه؟ احتمال مشروط او شرطي. اروح اطبق قانون الاحتمال الشرطي. خلاص كده بيكون عباره عن ايه؟ لو انا سميت يا جماعه كده الجزء الاول ده ايه اللي هو ايه؟ ان يكون العدد اربعه على احدهما، والجزء الثاني ده يا جماعه سميته بيه. الاحتمال المشروط اللي هو بيكون عباره عن احتمال يعني بيه. خلاص؟ ها ايوه الاي بشرط البي. انا سميت يا جماعه ها ده ايه وبي، كنت ممكن اسمي ده يا جماعه هو اللي بي عادي جدا، اهو يا جماعه امسح عادي جدا. مفيش مشكله عشان نكون متفقين ايه؟ في القانون السابق اسمي ده هو اللي ايه وده هو اللي بي، مفيش اي مشكله. ها وبالتالي بقى في هذه الحاله تمام هيكون الاحتمال بتاعنا بقى هنا كده عباره عن ايه؟ ايوه بالظبط، هيكون عباره عن احتمال البي بشرط الايه. يبقى دايما يا جماعه اللي هو الثاني اللي هو بعد كلمه اذا كان او بشرط ان او اذا علم ان بيكون في رقم 2. ها الاحتمال الشرط بقى يا جماعه بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن احتمال التقاطع. اهو يا جماعه الاحتمال الشرطي بيكون عباره عن ايه؟ احتمال التقاطع على احتمال الثاني. التقاطع يعني المشترك بين الحاجتين الاثنين. خدوا بالكم بقى معايا يا جماعه كده، الحادثه الاولى
ان يظهر الاربعه على احدهما، يعني يكون اربعه يا جماعه احد الايه الحدثين بتوعنا. شوفوا يا جماعه كده الاربعه فين اهو، ممكن الواحد مع الاربعه اهي، واحد مع الاربعه، والاثنين برضو مع الاربعه، والثلاثه مع الاربعه. طب الاربعه مع الاربعه خدها؟ لا، لان الاربعه مع الاربعه يا جماعه هيكون الوجهين عليهم اربعه، هو قال ايه؟ على احدهما، على احد الوجهين. طيب في اربعه وواحد بقى، وفي اربعه واثنين، وفي اربعه وثلاثه، مفيش اربعه واربعه، وفي اربعه وخمسه، وفي اربعه وكام؟ وسته، وفي خمسه مع الاربعه، وفيه يا جماعه سته مع الكام؟ وفيه سته مع الاربعه. اما اجي اعد ده كله زي ما شفنا كده، ده اي زوج مرتب بيظهر فيه اربعه في المره الاولى خلاص يا جماعه تمام، او في المره الثانيه اهو. طب المره او الاحتمال الثاني بقى ان يكون مجموع العددين على الوجهين الظاهرين تسعه. يبقى انا يا جماعه الحدث الاول هو اي ناتج اربعه، سواء في المسقط الاول يعني في الرميه الاولى او في المكعب الاول او في المسقط الثاني، حددته خلاص. طب الحدث الثاني بقى ان يكون مجموع العددين دول كام؟ تسعه. فانا بجيب بقى التقاطع بتاعهم، يعني يكون موجود فيه الحادثه الاولى والحادثه ايضا ايه؟ الثانيه، ان يكون المجموع كام؟ تسعه. ها نشوف بقى كده ان يكون المجموع تسعه. يلا هل الواحد مع الاربعه؟ لا. الاثنين مع الاربعه؟ لا. اربعه مع الخمسه، يبقى اربعه مع الخمسه ديت يا جماعه، الاربعه مع الخمسه دهيت خلاص ظهر الاربعه على احدهما، وفي نفس الوقت مجموعهم كام؟ تسعه. مين كمان؟ ايوه الخمسه مع الاربعه، دي برضو كمان الخمسه مع الاربعه، ظهر يا جماعه الاربعه على احدهما ومجموعهم تسعه. وفيه كمان كام؟ ايوه ها فيه مين يا جماعه كمان تاني؟ بالظبط كده بنشوف عندنا، ايوه يبقى هنا ان يظهر الاربعه يا جماعه وفي نفس الوقت يكون المجموع تسعه، دول كام بقى كده؟ اثنين اهم، دول بس الاثنين يا جماعه، دول اللي هي الاربعه ها والخمسه، والخمسه والاربعه دول مجموعهم تسعه، وفي نفس الوقت ظهر على احدهما كام؟ اربعه. ده كده عباره عن احتمال مين؟ التقاطع على احتمال الثاني. احتمال الثاني، احتمال الثاني اللي هو بعد كلمه اذا كان او بشرط ان، ان يكون مجموعهم تسعه، او ما اجيب يا جماعه كده جميع النواتج اللي يكون المجموع كام؟ تسعه. ها الواحد مع الحاجه؟ لا. طب الاثنين مع حاجه يدينا تسعه؟ لا. طب ثلاثه مع حاجه؟ ايوه الثلاثه مع السته تسعه. صح ولا ايه يا جماعه؟ ممتاز جدا. او خلينا ايه ناخد بقى الكلام معانا كده، دي بقى ايه؟ الثلاثه مع السته. طب الاربعه مع حاجه؟ الاربعه مع الخمسه. طيب الخمسه مع حاجه؟ ايوه الخمسه مع الاربعه. طب السته مع حاجه؟ السته مع الثلاثه. يبقى انا عندي اربع نواتج المجموع بتاعهم كام؟ تسعه. يبقى على اربعه، اثنين قسمه اربعه يا جماعه اللي هي كام؟ نص. وبالتالي يا جماعه كده بتكون الاجابه عندي الفقره دي اللي هي نص. بكده يا جماعه نكون انتهينا من درس الحوادث المستقله والغير مستقله. أأمل ان تكونوا فهمته كويس، وتكون الامور مفهومه وميسره جميعا. لكم مني اطيب وارق الامنيات. كان معكم علاء الشريف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.